عدد كبير من البوابات بما فيها دار الهلال، زملائنا داخلين فيها على جناح صحف مطبوع. عندنا في المؤسسات الكبيرة هرام الأخبار بوابات كاملة، لم يعمل يوم واحد في صحيفة مطبوعة لكن على جناح المطبوع. فاحنا بنتحايل الكلام العملي والواقعي الآتي، ده اللي قلته لزملائي في الدستور. يا أستاذ عيسى، وقد كان لي شرف المساهمة فيه، وضعنا مصطلح صحافة إلكترونية في المواد 71 و72 و73، وفي الدستور ذاته، وأرجو تطلع عليه، في المادة 77 اللي هي متعلقة بتنظيم المهن اللي هي بإنشاء النقابات المهنية، بتقول إن لكل مهنة نقابة يصدر بها قانون. فقلنا الاحتمال الأول زملائنا في الصحف الإلكترونية أن ينتهزوا فرصة وجود مصطلح الصحافة الإلكترونية أي مهنة في الدستور، فينظموها عبر المادة 77 بنقابة له، أو وده الحل الثاني أنه ينتظروا حتى تعدل نقابة الصحفيين قانونها وتقبل الجمعية العمومية اللي يوخز رأيها أنه الصحافة الإلكترونية تبقى قدامها. ده اللي قلته، وده اللي أرجو أنه يقرأ على بعضه، وكمان أرجوك تقرأ الدستور تشوف تنظيم النقابات المهنية بيتم إزاي. أنت مش بتدي الشرعية، ده الدستور يا عيسى. أنت عرفت الدستور؟ قريت 77 ده قبل كده؟ عيسى عيسى تعلم مع بعض. قريت المادة 77 في الدستور؟ اديني بس داني واحد استحمدي. هل قريت المادة 77 في الدستور؟ طيب بتقول ايه؟ مش حفظ. طيب زملائنا مش هينتظروا لو هم عايزين يعملوا ده او ده. هم انا امبارح وجهت لهم نداء تاني، وكنت في مصراوي وكنت في صدى البلد الموقع، قلت لهم اعملوا انتوا رابطة مع بعضكم اللي هي مواقع الكترونيه بس، اقعدوا ابحثوا وضعكم القانوني وتعالوا بعد وتجيبوا حد دارس قانون كويس واقترحوا الحلول اللي تخصكم. موسم الانتخابات موسم احيانا للجهاله والكلام اللي ملوش اي اساس. اللي انا بقوله ده هو الاساس، ومن غيره مفيش اسس ثانيه. الجمعيه العموميه بتاع انت حضرتك مع، تقدر دلوقتي ولا باخذ رايك، هل انت مع انضمام المواقع الالكترونيه لنقابه الصحفيين؟ انا بسال سؤال عظيم، ده رايك اول ما يتفتح قانوننا؟ يبقى اقول رايك ده وزملائنا. التاني الدمغه بقى، انا يا زملائنا والنبي ارجوكم، معلش يا استاذ حمدي، بس موضوع الدمغه لانه ده موضوع مهم يا جماعه ويثار في كل الانتخابات. احنا في 2013 قدمنا مشروع رسمي لمجلس الشورى اللي كان بيحل محل مجلس النواب الشعب في حينه، عشان نضيف مادة في القانون تدينا رسم على الإعلانات. رسم الإعلانات، ضريبة الإعلانات النهاردة برضو الأخ عيسى يبقى عارف القيمة 20%، كانت 36. بتروح فين الحصيلة؟ بتروح للخزانة العامة، وبالتالي يمكن المساس بيها، ما تروحش لحد. طيب عايزين نزود 5%، ال5% دي الدولة أول حاجة هتتحسس، تقول لك من عندي ولا من عندك؟ طبعا من عندك. طيب ماشي، هيجي بقى الأستاذ مجدي هيقول لي لا أوعى تزود لي الضريبة 5%، المعلن هيهرب. ده هو يدفع النسبة الأساسية الأول، هيهرب المعلن. صح، هتدخل في تفاعل طويل. الموضوع مش إنك تقول كلمتين في مقالة، ده تفاعل، ده تشريع الأخطر من ده. هذاك عارف حصيلة الإعلانات السنة دي كام لكل الصحف؟ 600 مليون جنيه. كانت من 3 سنين 4 مليار. يعني طبعا يعني 5% لو فلتنا بيها تعمل لنا 30 مليون اللي هو المعاشات بس. خلي بالك النقطة الأخيرة، اوعى تتورط في فكرة انك تقول لا ده انا عندي موارد. اول ما تقول عندي موارد هيقول لك مش هديك، شكرا مش هديك.